مكان في مدينة نصر، البرجر فيه بخمسين جنيه بس مش ده. خش انت وانا هاجي معاك، انا اديني اي مقال. ده تشيكن وينجز بالصوص السري، ما تقوليش لحد. افتح بقك. يا ساتر يا رب. برجر بالاناناس. هيو، احنا النهارده في مكان قديم بيعمل برجر على الفحم باسعار زمان. مكان اسمه سيرتيس فود بار في مدينه نصر، بيعمل برجر على الفحم، واخد ستايل قديم وسندوتشات باسعار زمان بتبدا من 50 جنيه، وبيعمل فقرات كل ويك اند. يلا بينا نشوف الحوار ده. وعندهم منيو كبير، بس انا سالت على اشهر حاجه. عندي ساندوتش بلو تشيز، ساندوتش اناناس. ايه ده؟ ساندوتش اناناس. بس برجر بالاناناس هيعرف فيه ايه؟ انا خرجت الاناناس مش عشان وحش، عشان احل بيه. البلو تشيز يا راجل. وديني ايه؟ انا ما طلبتوش. ايه ده؟ ده ليه مننا ليه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده ساندوتش 30 جنيه دبل، توتال اللحمه اللي فيه 420 جنيه. نص كيلو؟ عشان موزاريلا ستيكس. بيتاكل ازاي ده؟ مش ده دي من كليه الفوريتيكا واي بقى، انا هتصرف معاه في البيت. طيب بالنسبة للأسعار، ساندوتش كومبو بار عبارة عن ساندوتش برجر وفرايز ودرينك من اختيارك بسبعين جنيه. طب فين الخمسين جنيه في الموضوع؟ لو شلنا الدرينك وجينا خميس أو جمعة ناخد الساندوتش والفرايز بخمسين جنيه. طب لو عايزين نشرب معاه حاجة، اسأل على عرض البار، وهو انك لو قعدت على البار هنا هتاخد الدرينك ببلاش، يعني خدنا الكومبو بخمسين جنيه. ومكانه أول عباس العقاد من طريق النصر قدام بنزينة مصر، والخميس والجمعة بيكون في فقرات استعراضية ومغنيين في المكان. عايز لفه بالله عليك، اغير جو. معلن يا عم والله بقول له هات الريشه. يلا معايا المقام السابع، المقام النهوان. ماشي يلا بينا. خش انت وانا هاجي معاك، انا اديني اي مقام. الميه في الماسوره مش طالعه على حد فوق، ويا ريت جارنا اللي تحت يخلي عنده ذوق. ايه لا ده مقامنا شعبان عبد الرحيم، سوري. وعدى النهار مكتبية جاية تلعب البخت، سألتها ورفضتني، استغربتها اما فين هبتي حبيبي، انا بضحك على خيبتي. شكرا، كان معكم سيدات شهد الحال، انا قاعد فقرات. شفتني وانا استعرفك بالله، احلى مسا على الرجاله. وجابوا فرقة تانية بعده. وقلت اما اجرب الابيتايزر اللي عندهم. لا يا خمسيجي بس، امسكوا هاتوا عنك شوية. افتح بقك، افتح بقك. يا ساتر يا رب، افتح بقك. ايه يا حاج واقف كده افتح. ويا باشا افتح بقك. صايم؟ لا. امال ايه؟ مغرب. اتفضلي يا استاذه، بطاطس البصل المكرمله المكرمشه. خد يا حمو، ولع الدنيا يا بودي. ايه يا راي؟ انت يا ريس؟ ايوه انت ماشي كده عادي. تشيكن وينجز بالباربي، كل يا عم اخلص قبل ما تعدي. اتفضلي اتفضلي. لحظة يا ريس، خد يا باشا. تروح اخر عباس بكام؟ خد يا ريس. يا ريس ده تبع الراجل ده؟ ما لا مش تبع، انا ما اعرفش الراجل ده. ده تبع مين؟ ده تبع انا بعمله في البيت وبوزعه. انت قاعد فين؟ قاعد فين ايه؟ انا قاعد على اول عب. يعني لو حبيت اجيلك اجي فين؟ لا انا لما ببقى زهقان كده بعمل اكل وانزل اوزعه، انا مش تبع حد. يعني انت بتعمل تيست الحاجه انت بتبيعها؟ لا انا ما ببيعش. ده تشيكن وينجز بالصوص السري، ما تقوليش لحد. عايز منك حاجه اروح فين؟ ما انا ما ببيعش. طب ليه؟ انا ما ببيعش يا سيدي. استغل الموهبه دي. لا لا مش هبيع يا سيدي، انا حر. ده سري، ده ما ينفعش ابيعه. خد يا طلبات. ايه يا جدع انت؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا عارف بقى كله وانت ساكت. هقول لك بقى عشان انت ايه يا زي مامتك، ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. ملح وفلفل، وتتبنيهم في الفراخ
12 يوم في الفريزر مش على السمكة من فوق لحد ما هتلاقيهم ايه ماتوا. يعني لو ما باظوش حمريهم وكليهم بالهنا والشفا. اعمليها وادعي لي. مع السلامه يا ست الكل. يا رياسه مساء الفل. افتح بقك افتح بقك حبيبي. نوروني بقى في افتتاح فرع اخويا الجديد. وكده يكون الفيديو خلص. فشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.